لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب القم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البم دايما للطاقة هم عنوان للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. احنا شباب البم. قول ليه اكثر يا ورع؟ ايش تبي تطالع يا ورع؟ هوشة عيال هوشة هوشة. عندك يا ورع؟ اكسر الشر احسن لك وابعد عن المشاكل. شكك تبيني امسح وجهك بجدار؟ ما انت كفو عشان تسويها. سليمان ومشعل تضاربه ومشعل طاح. بس يا ولد اتويه ما تقول لي يا استاذ انت وين كنت لاهي عنهم؟ حاطينك في الفصل تقود العمليه التربويه التعليميه ولا حاطينك مزاريه حنا؟ ايش اللي مزاريه يا استاذ محمد؟ انا مهمتي بس اقدم الماده العلميه. ان هوشناهم زعلتوا علينا، وان عاقبناهم رفع علينا قضايا، وش تبيني اسوي؟ استاذ نعم مشعل هو السبب، أنا مالي دخل في المشاكل. كذاب يا أستاذ. بس أنتوا إياه قال بلي الفصل حلبة مصارعة ها؟ لكن هاي أنا أوريك أنتوا إياه. سليمان طقني، شوف أنا وثقتها بفيدي. وترى ما طقيت يرحمه. والله ما قدرت عليه. هيا نوريها الكلب، وين هو؟ شوف هذاك هو هذاك هو، شوف شوف شوف. امشوا. تعال. تعال. كو. وقفوا هنا. ايش عندك على اخوي؟ ها؟ ايش عندك؟ مرة ثانية ما اشوفك تمد يدك على اخوي، مرة ثانية. خذ حقك منه. عطى. هذا الجزء الثاني يا عيال. صفوا سليمان. كفو مشعل كفو. عطى. خلاص خلوه. يلا امشوا. بسم الله عليك سليمان، وش فيك حبيبي؟ طقوني. من اللي طقك؟ اخو مشعل الكبير واخويه امسكوني وخلوا مشعل يضربني قدام عيال المدرسه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. تعرف بيوتهم؟ امشي امشي معي ورني اياها. وين رايح؟ تبي تروح تعمل مشاكل معهم؟ لا يبا، ابى اروح اخذ حق اخوي منهم. اي خله يروح يأدبهم، هذول الناس ما ربوهم اهلهم. خبله انت تشرفين اخوك على المشاكل. اقول الصدق، اذا ما تربوا لازم احد يوقفهم عند حدهم. خلاص انا باسر بروح للمدرسه واشتكي هناك بدون مشاكل. ريح نفسك يبا، ما يحتاج. الاشكال دي اعرف شلون اتصرف معها. يا عيال انا مغبون وميت من القهر. سلامات، ايش فيك؟ في عيال كبار تجمع على اخوي سليمان وطقوه. ياهو نسينا ما كلينا؟ يعني من يوم ما عرفنا الدراسه واحنا جالد ومجلود. شوف وجه الخرده كانه مخطط من المضاربات. طيب وش بتسوي؟ ودي اروح لهم واجلدهم جلد لين ما طلع حره اخوي سليمان. صاحي انت مرجوج مطبوق فيك شيء؟ تحط راسك براس مبزره. هذا الجزء الثاني يا عيال. طبق سليمان كفو مشعل. عامر شوف مصورين المقطع منزلينه بقرب المدرسه. قروني الله ياخذهم. والله ما خليها لهم، ما اكون عامر اذا ما اخذت حق اخوي سليمان بيدي. وش فيك شادها؟ هاد ترى كلهم مبزره. مهبول انت، هذولي بالثانوي. لكن الوعد بكره
من بيروح معي يا عيال؟ ابني اروح اتلاقط لي مع مبزره؟ يا ابوي روح لحالك، لانك ورع وما انت بكفو. انا معك يا عامر. وانا معك. وينهم؟ هم دائما تكون على الجدار هنا. هذا هو. متأكد؟ إيه، هذا هو اللي ضربني. خلاص، انزل أنت رح مدرستك وحنا بنتفاهم معه. كف. يلا انزل. يلا رح. تضرب اخوي ورع ها؟ تضرب اخوي الحين اعلم. راح لبق السياره مسوي مرجله ها؟ وش قدام بالاكل؟ الحين اوريك انا ادب سوي رجال ورع وش قدام امشي. السلام عليكم ابو محمد. سلام، هلا استاذ، حياك الله. يحييك يا ابو محمد. في مجموعه طلاب غايبين ودنا نعلمها اليوم. طيب اعطيني اساميهم الله يرضى عليك. سم سلطان محسن. سلطان محسن. عبد العزيز محمد. عبد العزيز محمد. نواف علي. الو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. أي نعم، أنا ولي أمر الطالب سلطان. وشو؟ ما يصير يا ابن الحلال، أنا بنفسي موصله المدرسة. طيب خير إن شاء الله خير. على العموم شكراً على اهتمامكم. وش فيه؟ يقول سلطان غايب عن المدرسة. وين بيروح؟ ما أدري ما أدري. الله يرحم أمك فكني، والله ما عاد أضرب أخوك سليمان والله. أنت اللي جنيت على نفسك. لا مصور مقطع فيديو ها؟ تبي تدل أخويا ورع؟ إحنا بنأدبك، أنت وأشكالك، أنتوا اللي خربتوا المجتمع. يا واد إيش بكم على البزر؟ تتمرجلوا عليه؟ أخوك سليمان هو اللي ضرب أخوي مشعل، هذا مالي دخل. أوص ولا كلمة. وإذا بزران تهاوشوا تحط راسك براس بزر؟ ها؟ تحط راسك براس بزر؟ شوفوا يا عيال، هذا اللي بسوي أول مهايطي وإنه قوي وتدير بتدير بدأنا القوي، وراك تبكي الحين ها؟ وراك ذليل؟ وراك ذليل؟ شوفوا يا سليمان الحين يبكي يبكي، أخذت حقك منه لسه باقي ها؟ هذا المقطع لك يا سليمان يا سلي، أوكي؟ أرفع راسك أرفع راسك. ثاني مرة تتعرض لأخوي سليمان ما تلوم إلا نفسك. تفهم ولا ما تفهم؟ أفهم أفهم. يلا يا عيال مشينا. إيه ما بتفكوا؟ لا خله هنا يتأدب، نرجع نفك العصر. إيه فكوني، إيه تعالوا فكوني. طيب إذا ما كان في المدرسة وين بيروح؟ يا أبو سلطان الله يرضى لي عليك، الجيل التالي هذا وأنا أخوك يطلع ما يقول لأحد، وبعدين تلقاه طالع من هنا ولا من هنا مع واحد من أخوياه، ولكن بإذن الله إنه غير يرجع للبيت. لا حول ولا قوة إلا بالله. العب تدير بد تدير بد بد بد. آه شفت المقطع؟ أي مقطع؟ هم عاد افتح جوالك شوفه.
هذا حقك يا سليمان وخدته منه. هذا المقطع لك يا سلي. اوكي ارفع راسك ارفع راسك. كفو يستاهل كفو والله يستاهل. ها ارتحت من امس ما نمت ولا ارتاح راسي الين ما جبت حقك. اسمع امي وابوي ما بيهم يدرون الحين تعبان أروح أريح وصحن العصر عندي مشوار مهم. أوكي فلها يا بطل وحط عينك في عينه وأي واحد بالمدرسة ينظرك تعال علمني يبطي وأنا أخوك. كفو فعليك أنا أخوك قصي. انتهى الدوام وهو إلى الآن ما رجع. إيه بس بالعادة إذا طلعت من المدرسة تلاقى أنا وياه قدام المجمع بس اليوم ما شفته. لازم تتصرف يا ابو مشعل الى متى بننتظر؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا رب يا ولدي يا رب يا ولدي يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا ولدي. هاي يا سليمان وش سويت في المدرسة اليوم؟ جاكم عامر؟ يبا عامر جانا ونحلت المشكلة وتصالحنا وبس؟ يعني ما عاقبوهم؟ المفروض يفصلونهم. لا لا يما بيعاقبونهم بيعاقبونهم بس المفروض يفصلونهم. اي انا عارفك انت ما سويت اي شيء انت دافعت عن نفسك لكن ذولي اللي ما يستحون على وجيههم تجمعوا عليك يبيلهم عقاب. الا عامر وينهم؟ اوف نسيت صحي عامر عامر يلا قم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم الساعة؟ ساعة 5:30 بيأذن المغرب. مهبول انت ولا ما قومتني. الله يلعن ابليسك يا شيخ انا اوريك. الله يرجك يا ابوي تأخرنا عليه. يا اخوي لا تشدها قايل لك راحت علي نومه ما تفهم. وين راح ذا؟ ما له اثر بس ملح وذاب. يا ابوي انا كبتره شكله شرد. ازين خله ينقلع اهم شيء اخذت حق اخوي سليمان. يلا مشينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طال عمرك انا جايه بقدم بلاء. هاي يا عيال وصلكم المقطع. اي واحد بفكر يمد يده علي بخلي اخوي عامر يطلع شيء زي ما خرج بالوري. شفت خبر مفقود ترند في تويتر طالع للمدرسة الصبح ولا عاد رجع. لا حول ولا قوة إلا بالله. أشوف أشوف وريني يا قلبي عليه. الله يعين أمه.
ويصبرها ويرده لك بالسلامة. حسبي الله على من كان السبب. آمين. لا تدعين على يمه، يمكننا مبرور. بعد إذنكم. يا عيال سلطان ضايع وهلو ما يدرون وينه. يمكن مسوي فينا مقلب. قايل لكم، قايل لكم خلوا عنكم المشاكل، بس ما حد سمعني. طب يا ابوي دورنا ما لقينا. يرحم امك فكني، خروا عند اهلي تكفى. ولا اسمع لك نفس. وعلمني مين اللي وراك؟ مين اللي وراك؟ يا ربي طلبتك ترجع لي ولدي، مهم من عادتي غيب كل هالوقت، اكيد صاير معه شيء. يا بنت الحلال استهدي بالله، استهدي بالله، ان شاء الله بنلاقيه. يابا يابا عريس من خط السلطان، شوف شوف. وشو؟ هذا ولد السلطان. وش فيه؟ وين فيه؟ اهدي اهدي يا بنت الحلال، امسكي امسكي، انا بروح الشرطه هالحين. الليلة تشوف لي مكان ثاني، مالي قاعدة في هالمكان. ولا يهمك، أضبط لك أحلى مكان وأحلى حتة، ما تشيل هم من الكلام ده، بس أنا اللي شايل هم والولد هذا اللي أنت رابطه جوا، إيش تبغى فيه؟ خله مربوط لين يموت، ما يهمني، شوف لي حل في المصيبة اللي أنا فيها. خليك على شغلك، ولا يهمك، قفل الطلب. يا عيال داخ راس من التفكير، هذا وين اختفى؟ يا أبوي ريح راسك، شكله شرد. إذا حد سألنا نقول إحنا ما شفناه. وين عايشين انت وياه؟ مسوين فيها عصابه؟ تحسب ما في امني تلك مع ذنيك انت وياه؟ وين اخفيت السلطان؟ قسم بالله حاطينه في الغرفه داخل، يوم رجعنا ما لقيناه. سلموهم للفرقه برا، تسلمهم للقسم موجب محضر. ايش تنتظرون؟ يلا تحركوا شباب، ادخلوا فتشوا المكان هذا شبر شبر. استنجد في المستودع الخلفي. خير، وش السالفة؟ أبد سلامتكم، حنا اللي جايين نبغى نعرف وش السالفة. قدامي قدامي. انزل يا تحت، انزل. خلك معهم شباب، فتشوا لي المكان هذا شبر شبر. لقيتي هنا. ايه صح.
سلامات ابوي انجنيت؟ لا، بس لو ما انجلد اخوي سليمان كان ما مسكوا مروجين المخدرات. ايش قلت؟